مرحبا شباب، شنو اموركم؟ مستعدين؟ شنو اسم ال طرب الاصيل؟ اسم ثقيل. مين اللي اختار الاسم؟ ما بعض بالاجماع يعني مختارين الاسم طرب الصاع. ان شاء الله نسمع طرب اصيل. شم تسمعونا؟ ما عاشني؟ ما عبرت. يلا ما عبرتها نسمع. يلا في انتظاركم. كل
جيراني رافق تواجد يا صحابي راني رافق تواجد يا صحابي راني في الألف واحد ربنا حقاني رافق تواجد يا نورين شكرا صحيته بارك الله شكرا تفضلوا شوي اهلا بالطرب الاصيل وصل الاصيل ولا ما وصلش 7 ايام بالتحضيرات ها في اغنيه ما عبرتها عبرتكم اللجنة اليوم والله ان شاء الله ان شاء الله يكون معبر كويس والله ان شاء الله متأكد ان شاء الله كويس لا مش متاكد بس ان شاء الله كويس ان شاء الله خير لا ان شاء الله خير يا بها ليبيا يا بها تركيا ان شاء الله تركيا يا رب ان شاء الله اديت كويس اليوم قدام لجنه الحكم الحمد لله نقول الحمد لله عارف ان اللحظه هذه اصعب لحظه ولا عارفها هذه لحظه العروض المباشره اللي بترفعك للعروض المباشره يا تركيا يا طرابلس ايوه ان شاء الله تركيا باذن الله ان شاء الله عفوا بس شوي هذه اللحظه هي لحظه ايام الاقصاء اللي بترفعك للعروض المباشره اديت كويس ان شاء الله باذن الله ما اديت كويس تاكدوا باذن الله اللي كان اعطونا صورة ده اعطونا صورة لا مش الطاقية لا لا حتى اللي لابس طاقية كويس كويسين يعني هذا كويس هذا لا لا هذا كويس حتى هذا كويس مفهوم تمام اتفقنا يلا جاهزين احنا يا اهلا الابتسامة ساد ضروري ان شاء الله ابتسامتك ان شاء الله تربحك وتمشي للعروض المباشرة خيرة فيما اختار الله ان شاء الله انت البنت الوحيدة اللي معاهم ايه حتفوزي عليهم الخمسة والله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تمام اتمنى لكم التوفيق انا لجنة التحكيم في انتظاركم باش تعطيكم النتيجة تفضلوا